تطبيق Prayer Now هو التطبيق الأول للمسلمين في جميع أنحاء العالم. مع العديد من المميزات الجديدة، أصبح تطبيق Prayer Now هو الأكثر سهولة في الاستخدام لكل المسلمين بالعالم. وتشمل المميزات الجديدة كل مما يلي: أجمل تصميم إسلامي مبتكر مع دقة في حساب مواقيت الصلاة وأصوات مختلفة للأذان، مع إمكانية ضبط طريقة التنبيه أو تغيير صوت الأذان حسب كل صلاة. بوصلة دقيقة مصممة بشكل أنيق لمعرفة اتجاه القبلة وتحديد اتجاه الشمال أينما كنت في العالم. بطاقات معايدة لجميع المناسبات الإسلامية: رمضان، عيد الأضحى والفطر، والكثير من المفاجآت. الأذكار اليومية الهامة لكل مسلم. شرح مبسط حول كيفية أداء الصلاة والوضوء. إشعارات مستمرة حول موعد الصلاة المقبلة مع عرض الوقت المتبقي، والتي تتميز بتصميمات متعددة وأنيقة حسب المستخدم. تلاوة القرآن الكريم لعدد كبير من مشاهير القراء. التذكير اليومي لورد قراءة القرآن الكريم. إمكانية غلق صوت الأذان بسرعة وبسهولة أثناء الاجتماعات عن طريق قلب الهاتف أو الضغط على زر الصوت. يعمل على جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. التطبيق متاح باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. مع العديد من المميزات التي سوف تنبهر بها، يكون تطبيق Prayer Now هو التطبيق الأفضل بالنسبة لك. شارك أكثر من 2 مليون مستخدم، وقم بتحميل تطبيق Prayer Now الآن من جوجل بلاي ستور، أبل ستور وسامسونج أب ستور على الفور. تطبيق Prayer Now هو الرفيق الأول لكل مسلم.